أدى الآلاف من أهالي مدينة الغردقة وضيوفها وزوارها من المدن والمحافظات المجاورة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة. جاء ذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر. وتوافدت الأسر والشباب والرجال والسيدات عقب صلاة الفجر لأداء صلاة عيد الأضحى. كما امتلأت الشوارع المجاورة للمسجد بالمصلين بعد امتلائه وساحته الخارجية التي تتسع لأكثر من 10,000 شخص.